اجتماع مهم بكرة إن شاء الله هيكون في العاصمة الأمريكية واشنطن، وده هيكون على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية من مصر وإثيوبيا والسودان، ويكون برعاية أمريكية بمشاركة البنك الدولي. ده لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي، ومن المقرر استكمال المناقشات اللي دارت في أديس أبابا والقاهرة في نوفمبر إن شاء الله ومطلع ديسمبر الجاري، وده في إطار السعي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، ده للوصول لاتفاق عادل ومتوازن بيحقق كمان المصلحة المشتركة للجميع. طيب تفاصيل أكتر معانا مهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أستاذة ياسمين، تحياتي لحضرتك. أهلا بيك، تحياتنا لحضرتك. في البداية إيه أبرز النقاط اللي ممكن أو بيتم التحدث فيها خلال المفاوضات في واشنطن؟ اسمحي لي يا فندم بس ان انا استكمل على كلام حضرتك واوضح ان الاجتماع باكر ان شاء الله هيكون يوم 9، ده بحضور الساده وزراء الري والشؤون المائيه والخارجيه من الدول الثلاث، طبعا هتبقى برعايه وزير الخزانه الامريكيه وحضور البنك الدولي. ده المفروض ان هو من ضمن يعني مخرجات الاجتماع اللي عقد في العاصمه الامريكيه، ايضا كان برعايه وزير الخزانه الامريكيه يوم 6 نوفمبر الماضي. المفروض ان هو كان تم الاتفاق فيه على عقد 4 اجتماعات فنيه خلال الفتره دي، يتخللها اجتماع بعد اللي هو اجتماع بكره اللي هيكون في امريكا في واشنطن، ثم اجتماع في الختام للكلام ده كله قبل 15 يناير القادم، بحيث ان احنا نقرب وجهات النظر بقدر الامكان في النقاط العالقه الخاصه بالملء والتشغيل سد النهضه. المفروض ان شاء الله بكره الاجتماع ده هو لتقييم الاجتماعين السابقين اللي كان تم عقدهم، احدهم كان يوم 15 و16 نوفمبر الماضي في اديس ابابا، والثاني كان يوم 2 و3 ديسمبر الحالي وده كان موجود في القاهره. تم النقاش فيهم طبعا حول قواعد الملء والتشغيل، وكمان تم عرض المقترحات الدول الثلاث، وكمان يعني كل طرف حاول ان هو يوصل وجهه نظره ويبدا اي ملاحظات على المقترحات اللي تم عرضها. الاجتماع بكره ده ان شاء الله المفروض هو التقييم الاجتماعين الماضيين و يعني متابعه ما تم الوصول اليه ونقاط الاتفاق تم التواصل اليها. هنا في رعاية أمريكية وكمان مشاركة من البنك الدولي، قد إيه ممكن يكون تأثيرها مهم؟ خلينا نقول إن دي رعاية زي ما حضرتك قلتي، وهي مجرد حضورهم في الاجتماعات دي هم كمراقبين، وده يمكن خلال الأربع الاجتماعات ده، ثم نشوف الاجتماعات دي هتبرز عن إيه أو تفرز عن إيه، وبعدين نأكد على إن الأطراف الثلاثة حتى الآن ملتزمين الحمد لله بال 10 مبادئ اللي تم التوقيع عليهم في 2015 23 مارس 2015 اللي هو في اتفاق قصد بنطلق عليه اتفاق اعلان المبادئ. المفروض ان هم من ضمنهم البند الاخير اللي هو يعني نشوف ان شاء الله من رجاء شديد، هو خاص بتفعيل وسيط، لكن احنا بنتكلم على ان حاليا بتوافر حسن النية والسعي لتحقيق المصلحة المشتركة وكمان عدم الإضرار، أتصور إن شاء الله قادرين نوصل لاتفاق، وأتصور إن الثلاث دول قادرين إن شاء الله يحققوا ده. إن شاء الله نوصل لاتفاق يعني بيحقق المصلحة المشتركة للجميع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، شكرا لحضرتك.